صباح الخير على كل الساده المشاهدين اللي بيشوفونا. صباح الحريه والكرامه لمصر ان شاء الله. اكيد الايام اللي جايه ان شاء الله هتكون احسن. اسمحوا لي في البدايه بس اهني المصريين كلهم بعيد الكريسماس، وان شاء الله خلاص قدامنا كام يوم وسنه 2011 تخلص تماما بكل الحلو اللي فيها بكل الوحش اللي فيها، بس ان شاء الله 2012 تكون احسن. وزي ما قلنا في البدايه خالص 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 خالص، طريق ديمقراطيه طريق طويل جدا جدا جدا، احنا كلنا بنتعلم لحد دلوقتي، تعلمنا سياسه وهنتعلم لغه عربيه وهنتعلم كل حاجه عشان نقدر نفيد بلدنا. صباح الخير يا شريف، صباح الخير يا مي، كل سنه وانتم طيبين. صباح الخير يا دينا، صباح صباح الخير الخير يا يا مايس، شريف. صباح الخير يا دينا، صباح الخير مشاهدينا. عايز اقول لكم برضو ان يمكن في اخبار كانت حلوه جدا او يعني ايجابيه جدا، خصوصا في يومين اللي فاتوا في اعياد الكريسماس. عايز اقول لكم طبعا ان خروج علاء عبد الفتاح طبعا كان خبر مهم جدا اكيد، وكان ليه عامل ايجابي جدا على نفسيه الشعب بشكل عام المصري، سواء مع او مش مع او كده، لان ده بيقول حاجات كتيره قوي، وهو كمان حالته النفسيه كانت حلوه جدا. كمان برضو احمد حراره، وبالرغم من فشل العمليه الجراحيه، طبعا احمد حراره معروف ان هو كان فقد عينه الاولى في احداث 25 يناير وفقد عينه الثانيه في 9 نوفمبر. عايز اقول لكم انه الحقيقه كان في باريس بيحاولوا يعملوا عمليه جراحيه لانقاذ ما يمكن انقاذه، يمكنها بقت بالفشل، ولكنه قال ان هو لن ييأس، وان هو كمان لن ييأس في الثوره، ان هو عنده امل في الثوره وعنده امل كمان في عينه. فهي اخبار ايجابيه بشكل عام. عنده ايمان كتير قوي، طبعا مش بس امل. طبعا صباح الخير مره تانية على كل اللي بيتابعونا، ويعني زي ما قالوا اكيد نهايه سنه ان شاء الله يكون فيها شويه امل. احنا قدامنا اقل من شهر ويكون عدى سنه كامله على ثوره 25 يناير. يا رب ان شاء الله زي النهارده الشهر الجاي نكون حققنا اكتر اهداف الثوره. مش هقول ان احنا هنقدر نحققها كلها، بس على الاقل نكون مشينا خطوه او خطوتين قدام. يا رب. بالظبط بالظبط. معانا النهارده ملفات كتير خطوة. قوي هنحاول نتكلم فيها معاكم، وفيها خطوتين بكره خطوه خطوه تفتكر يا دوبك يعني يا رب. بس الطريق طويل يا جماعه، الطريق طويل، وزي ما في ناس الطريق طويل قوي، بس طول جدا يا طويل جدا بصراحة. طويل جدا، بس اهم حاجه ان يبقى في حد عنده هدف، في حد مؤمن بالقضيه نفسها عشان يقدر يكمل، وفي ناس تكمل وراه. مش بس لا لا، هو في ناس عندها اهداف، هذه الاهداف دي كلها تبقى هدف واحد. يعني هم الاهداف موجوده بس كلها مختلفه. انا بس كل ما هدف واحد بقى تتحقق. بس كل ما اقول لكم كل ما اقعد اتكلم مع حد واقعد اقول لها واحنا محتاجين ناس اكتر، يقولوا لي دايما الفكره بتبتدي بشخص وبعد كده الشخص بيتتبعه كذا شخص. بس الشخص عاد بيعيا وبيتضرب وبيموت وحاجات، ما عشان كده لازم يكون معاه شخص تاني وتالت ورابع وخامس. اهم حاجه ان حد يكون مؤمن بالقضيه وعارف ان الطريق طويل، بس ميأس. هنيأس شويه وهنحبط شويه زي ما بيحصل لنا كلنا كده، وبعد كده بنرجع بيبقى عندنا امل لما يبقى في اخبار كويسه ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله يبقى. طيب هنقعد على فقرات ايه ان شاء الله. نبتدي باكتر من ملف معانا النهارده، من ضمنهم الملف الاقتصادي. هنتكلم على وضع مصر الاقتصادي بعد ثوره 25 يناير لحد النهارده، المصطلحين اللي دايما بنسمع عليهم عجز ميزان المدفوعات وارتفاع معدل التضخم والكلام الكبير ده، ونشوف تاثيره عامل ايه على الاقتصاد المصري. وسمعت كمان ان احتمال يرفعوا الدعم عن الكهرباء والبنزين، عايزه اتاكد من الخبر بس ده. اكتر من مره وزير البترول بياكد ان مش هيحصل اي حاجه في سعر الكهرباء والبنزين والغاز والعيش وحاجات كتير قوي. يعني احنا كل شويه بنرفع نسمع موضوع رفع الدعم دوت من ايام حكومه يوسف بطرس. اوكي طب ده فيري انترستنج تو نو. بس حصل خير، كويس جدا انا عرفت الخبر ده منكم، ان ده يعني كلام اللي بات فيه نصبح فيه زي ما بيقول. شفتي بقى. طيب خلينا كمان نقول ان احنا عندنا موقف المصريين المقيمين في اوروبا في الاحداث والتغيرات، فعشان كده هيكون معانا دكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين في اوروبا. كمان هيكون معانا فقره مهمه جدا الحقيقه، وهي ان احنا بنتكلم على المراه مؤخرا طبعا بعد الاحداث الاخيره اللي شاهدناها اللي فجرت تاني الحوار المجتمعي سواء الداخلي او العالمي عن حال المراه في المجتمعات العربيه بشكل عام وفي الاسلام اكيد بشكل خاص. هيكون معانا موضوع مهم جدا الحقيقه وفقره اعتقد انها ظريفه، هيكون معانا كلام عن كرامه المراه في الاسلام، وهيكون فيها ضيفنا الاستاذ المستشار احمد عبده ماهر الكاتب الاسلامي والمحامي بالنقد. موضوع اعتقد جدير بالمناقشه خصوصا في الوقت اللي احنا فيه ده. تعالوا نبتدي حلقتنا بسرعه سريعا ونبدا معاكم فقره الصحافه واستعراض لاهم العناوين في الصحف الرسميه. اتفضلوا.